مساء المكرونه. النهارده هنعمل مكرونه بالفودكا. طبعا احنا شهر الفودكا زي ما قلنا، فبشتغل بالفودكا شهر نوفمبر كله، فده بدل ما نعمل كوكتيل هنعمل اكل بالفودكا الجميله بتاعتنا. الوصفه دي بقى اسمها باني على فودكا، تاني باني على فودكا، ودي ممكن تلاقيها في اي مطعم ايطالي فانسي شويه او مطعم بيعمل اكل ايطالي هيبقى عنده حاجه زي باني على فودكا ديت، وهي فعلا الاكله لطيفه وجميله جدا. المهم بقى الوصفه دي تم اختراعها تقريبا في سنه 1980، مش محدد فين بالظبط، في خناقه ما بين امريكا وايطاليا على مين اللي اخترعها فيهم، ففي ناس بتقول ان هي حد ايطالي اخترعها في ايطاليا، وفي ناس بتقول ان هو واحد امريكي اخترعها في امريكا. ايا كان، في الاخر هي جميله جدا وهناكلها. اول استخدام للفودكا مع المكرونه كان تقريبا في سنه 1974، اما في ممثل ايطالي كتب كتاب وعمل وصفه فيه لمكرونه بالفودكا، بس طبعا كانت مختلفه عن اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. استخدام الفودكا في المكرونه او في الصوص اللي احنا هنعمله ده بيخلي الصوص تخين شويه، كريمي اكتر، وكمان بيبقى بديل مفيد او بديل لطيف عن الميه. في الاخر طبعا زي ما احنا عارفين الكحول هيتبخر، فمش هنسكر ولا نعمل دماغ، بس هيبقى لطيف جدا الصوص معانا. فانت بقى عشان تعمل دماغ مع الاكل ده ممكن تتفرج على البلاي ليست ديت، هتلاقي فيها كذا فيديو لاكتر من كوكتيل بالفودكا. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. انا معانا مكونات كتيره جدا النهارده. اول حاجه الفودكا الجميله سميرنوف فودكا، محتاج 120 ملي. بعد كده محتاج هيفي كريم، كريم الطبخ، انا محتاج منها 120 ملي برضو. بعد كده محتاج بصل مطحون، انا محتاج بصله مطحونه. بعد كده محتاج توم متقطع، محتاج 4 فصوص توم. بعد كده محتاج عصير طماطم، محتاج حوالي 220 ملي عصير طماطم تقريبا. بعد كده محتاج زبده او سمنه. بعد كده محتاج مكرونه طبعا اللي انا هشتغل بيها، لان احنا المكرونه محتاج تقريبا حوالي 225 ملي مكرونه، او 225 جرام مش ملي، مكرونه بالجرام. بعد كده محتاج فلفل اسود، ملح، وشطه. خلينا بقى نقلنا على المطبخ. اول حاجه اعملها ان انا هبدا اغلي المكرونه. طبعا اي حد بيعرف يعمل مكرونه بتغليها بس 10 دقائق. في نفس الوقت هعمل الصوص بتاعي بالمكرونات الثانيه عشان نبقى بنعمل نفس الحاجات في وقت واحد ما ناخدش وقت كتير. فهشوفكم الناحيه الثانيه من المطبخ. اهلا بيكم في المطبخ. دلوقتي حطينا ميه في حله وهنبتدي نغلي الميه عشان نعمل المكرونه، فيلا بينا. جميل جدا، نسيبها شويه بقى ونغطيها لحد ما الميه تغلي، وبعد كده نحط المكرونه لمده 10 دقائق. في نفس الوقت بقى على الميه تغلي هناخد حته زبده واقطع حته الزبده ديت مكعب كده مش كبير، واحطه في الطاسه ديت، وهحمر البصل والثوم مع الزبده. يلا بينا. طبعا هولع النار الاول عشان تسيح الزبده بتاعتي. الزبده ساحت كده بقى، هنحط البصل والثوم. يلا بينا. ادي البصلايه زي ما قلنا متقطعه متخرطه على الاخر. واربع فصوص ثوم، اربع فصوص كبار مقطعينهم برضو. دلوقتي هنقلب ونحمر كل حاجه مع الزبده بتاعتنا او السمنه طبعا ايا كان اللي عندك ايه. هنسيب بقى الكلام ده يتحمر شويه ونخلي عيننا عليه. البصل والثوم كده بقاله بتاع 5 دقائق، هو ما احمرش، بس احنا الهدف بتاعنا ان هو يبقى طري على الاخر، فهو البصل والثوم دلوقتي بقى طري جدا. جه بقى الخطوه اللي احنا هنحط فيها الفودكا. فانا هجيب ازازه السميرنوف فودكا بتاعتي وهاخد 120 ملي الفودكا واحطهم معاها. يلا بينا. يلا 120 ملي. اوكي. عظيم جدا. دلوقتي بقى نحط الفودكا. عظيمة يا فودكا. هنسيب الفودكا مع البصل والثوم على النار حوالي 2 أو 3 دقايق. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الفودكا بتتبخر، طبعا مش هيبقى فيه فودكا للاسف تعمل لنا دماغ، بس زي ما قلنا هنشرب حاجة تانية تعمل لنا دماغ. على ما ده يجهز هنحط المكرونه لان الميه ابتدت تغلي، وهنصبر 10 دقائق بالظبط بعد ما نحط المكرونه. عظيم جدا. في نفس الوقت دلوقتي ده جاهز، هنضيف الطماطم بتاعتنا. يلا بينا. حلو قوي الكلام ده. دلوقتي هنقلب الكلام ده مع بعضه. يلا بينا. دلوقتي عندنا فودكا بالطماطم بصل وثوم. هنسيب بقى الطماطم ديت حوالي 5 دقايق قبل ما نعمل اي حاجه تانية، او
لو عايزين نحط ملح وفلفل دلوقتي ممكن نحط ملح وفلفل دلوقتي. طبعا اي شيف كبير عارف انه ممكن يحط الملح والفلفل في اي وقت، بس انا دايما بفضل ان انا احط الملح والفلفل في الاخر. كمان لازم موطين النار على الاخر عشان ما يغليش الحاجه او ما تتحرقش، ونبدا من وقت التاني نقلب فيها. هنفضل نقلب ونخلي عينينا على الطماطم لغايه ما كل حاجه تبقى مش خفيفه قوي وتبقى كل حاجه اتمكست مع بعض او اتخلطت مع بعض. سيبنا الصوص بتاعنا حوالي 5 دقائق. دلوقتي بقى هنجيب الكريمه ونحطها. فانا هجيب الكريمه الثقيله بتاعتي بتاعت الطبخ وهحط 120 ملي من الكريمه. يلا بينا. ترا حلو قوي كده. دلوقتي الصوص الاحمر ده هيبقى لونه برتقاني شويه. يلا نحط الكريمه. عظيم جدا. خلينا نقلب. هتشوف دلوقتي لونه بقى مدي على ابيض برتقاني، يعني الوان كتيره كده مع بعض، او ممكن ابيض محمر، ايا كان اللون هيبقى طعمه حلو في الاخر طبعا. خلينا نقلب شويه كمان. في نفس الوقت عنا برضو على المكرونه نقلبها من وقت للتاني ونشيلها بعد ما تبقى تستوي بعد 10 دقائق تقريبا. خلينا نحط شويه من الشطه او الفلفل الاحمر بتاعنا حسب انت بتحب الحاجه مش الشطه قد ايه طبعا، فممكن كده كفايه جدا. نقلب كل حاجه برضو تاني. ونسيبها تستوي شويه. خلي عينيكوا دايما على البتاع على الصوص بحيث ما يغليش بزياده. شايفين الفقاعات اللي بتطلع منه ديت؟ دي كفايه، لكن لو كتير زي كده فده غلط. فالاهم حاجه على نار هاديه بمزاج وما يكونش فيه تبخار او بخار كتير طالع او الحاجه ما تغليش بزياده. دلوقتي المكرونه بتاعتنا خلصت، هنطفي النار طبعا وناخدها نصفيها من الميه. يلا بينا. كده المكرونه بتاعتنا جاهزه زي ما احنا شايفين، هنسيبها على ما الصوص بتاعنا يخلص. فاضل حوالي دقيقه او حاجه على ما الصوص يخلص، فانا هحط الملح والفلفل بتوعي طبعا النقط اهم حاجه، وانت حط حسب الرغبه بتاعتك او حسب انت بتحب ملح وفلفل قد ايه في الاكل. يلا بينا. عظيم. نقلب مره كمان. طبعا اي حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي زمانه جاع جدا زي ما انا جعان جدا دلوقتي. واخيرا الصوص بتاعنا جاهز فهنطفي عليه. دلوقتي بقى هنجيب المكرونه بتاعتنا نحطها مع الصوص او نحطها جوه الصوص. حلو قوي كده. نقلب بقى. وبكده المكرونه بتاعتها تبقى جاهزه. الحمد لله خلصنا الباستا بتاعتنا الجميله جدا الباني على فاتكا. ممكن نجيب بارميجان تشيز او جبنه بارميجان نحطها على الباستا بتاعتنا عشان تديها طعم. عظيم جدا. كمان ممكن نرش شويه فاتكا من فوق كده تديها طعم. محدش يعمل كده طبعا، انا بهزر. خلينا بقى ندوق الطعم الجميل ده او ندوق المكرونه الجميله دي ونشوف ايه الكلام بيقول ايه. حاجة عظيمة عظيمة. احنا بالمقادير اللي احنا عملناها كده عملنا كفاية لفردين او 3 افراد، فحلو قوي الكلام ده، هيكفي العشاء بتاعنا. الطعم طبعا مختلف عن طعم الصوص العادي لان احنا حاطين كريمة وحاطين شوية حاجات تانية، فهتلاقي مختلفة شوية معاك. برضو طعم السبايسز او الشطة والملح اللي احنا حاطينهم هيبقى جميل جدا في الاخر كده، هتحس بحتة شطة على حسب انت حاطط شطة قد ايه. وكمان لو انت بتحب الحاجة بالفراخ او بلحمة ممكن تجيب لحمة او فراخ وتضيفها على الكلام ده. وطبعا زي ما قلنا ان الفودكا بتبخر، فمفيش طعم الفودكا باين معانا في الاكل، فانت ممكن تعملها لحد وما تقولوش ان هو فيها فودكا وتختبره وشوف هيكتشف ولا لا. طبعا محدش هيكتشف خالص ان فيها فودكا. فاتمنى ان هو يكون عشاء او غدا لطيف جدا مع اي حد انت بتحبه او حد انت مش بتحبه قوي، بس قشطه يعني. اتمنى يعجبكم المكرونه البانيه على فودكا ده الجميل جدا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع فودكا اخرى.